دائما متعودين ان مجال الفاشن والازياء يكونون البنات هم متخصصين فيه، لكن لما نشوف رجل خليجي وبالاخص ايضا كويتي يدخل في هذا المجال ويكون بيرسونال شوبر، فاكيد شوي ممكن يكون في نوع من الغرابه هذا الموضوع. اليوم معنا سالم البلوشي، هو موديل وايضا بيرسونال شوبر. حياك الله ومساء الخير. الله يحييك، مساء النور يا هلا والله، منورنا اليوم. منور سالم، نوركم. خلينا تفضل. نبتديها من اول شيء، من تفضل. اول ما بديت مجال الفاشن، شلون قدرت ان انت تدخل في هذا المجال وتتخصص فيه؟ من انا صغير كنت احب الملابس، وكنت احب اطلع طلع حلوه قدام اهلي قدام ربعي، وبعد كنت شويه عنيد ان احب ان افرض نفسي بالملابس والذوق. فلما كنت اروح السوق امي وابوي كنت صغير، امي كانت تقول لا اخذ القطعه هذه بسها، فكنت اقول لا يوم انا ابي شيء انا بلبسه، لا تدخل مجان، فانا ابص نفسي باللبس. ولما كبرت صار فيني حب هالمجال، كنت اهتم باكلي نظام الغذائي، وحتى كنت اهتم بالرياضه. اما بالنسبه للتسوق الشخصي بهالمجال، كان ربعي يستعينون فيني عشان اطلع معاهم برا وانقي لهم قطع حلوه، فبالنهايه كنت استانس ان كانوا يقولون الله صارهم ياخذونك يتسوقون معاك يعني. اي نعم. تمام. يمكن هذا المجال ذكرت في البدايه ان انت ذوقك، تحب ان انت تلبس على ذوقك، دائما تحب ان انت تختار لبسك بنفسك، لكن لما تدخل مجال الفاشن في اشياء وفي خطوات لازم ان انت تبدا تعرفها، لازم تكون فولو اب على طول مع اخر صيحات الموضه، ابديت على طول في السيزون الجديد، شنو منزلين، شنو البراندات العالميه ماشيه في هذا الخط. شلون خذيت هذه الخطوات وان انت تكون بيرسونال شوبر متخصص؟ حلو. اول خطوات اني طبعا فتحت حساب انستغرام وسناب شات حق العموم، وقمت اتكلم عن اخر سرعات الموضه بالنسبه حق الرجال طبعا. نعم. وقمت اقدم شوي بالنصائح حق الشباب، شو يلبس ما يلبس. تمام. ولكن ضمن اطار مجتمع احنا عايشين فيه. صحيح. اما بالنسبه للمتسوق الشخصي، قمت اطلع مع كلاينتس بشكل رسمي وجدي. شو خذيت هذه الخطوه؟ هل انت كنت متطلع للبراندات العالميه، للموضه العالميه، علشان تقدر ان انت فعلا تكون متسوق شخصي؟ لان ساعات المتسوق الشخصي ممكن يفرض شوي ذوقه ورايه غير عن الاشخاص اللي قاعد يتسوق معاهم، ممكن تكون عنده شخصيه مخالفه على اللي هو قاعد يختار له اياها والقطع اللي تناسب شخصيته. طبعا انا اللي يميزني عن الباجي اني اتميز بالبساطه والاناقه، بالانجليزي سوبر شيك. نعم. بس ولكن احب احط بصمتي باي شيء احطه. يعني على سبيل المثال انا اليوم متعمد لكن القناه طلاب ترى ابسط شيء البيت فكرة. يعني كنت انا لابسه مسوي لي اعاده تدوير، يعني حاط له الخيط هذا. نعم. بحيث انه يطلع بشكل سبورت وشكل شبابي. فالنقطة هذه لغتها بس اون فاشن مع الميتاليك. طبعا الميتاليك شوز. يعني. شوف لما تكون معك مذيعة متخصصة هم بالفاشن وتحب الفاشن على طول صوت موضوع الميتاليك شلون دخلته وصار. نعم. شيكو على الموضة. نعم. إذا بنتكلم أكثر من جانب آخر، هل استعنت في أشخاص عندهم خبرة بالفاشن؟ خذيت منهم بعض النصائح؟ شو ممكن أنت تخوض هذا المجال؟ لله الحمد توقعت مع شركة مختصة بمجال الموضة في الكويت، هو شركة ترى جديدة تو فاتحين. واستشرت بالبروفيسور الملحن يعقوب الخبيزي. نعم. وان شاء الله مع تعاون قريب في احدى الكلوبات اللي هو ملحنها غنائيه. جميل. يمكن انا ذكرت في البدايه ان شوي فيها نوع من الغرابه لما نشوف رجل متخصص في مجال الفاشن وبالاخص يكون خليجي كويتي. نعم. ما يمكن حاشتك اكيد بعض الانتقادات. نعم. السلبيه في هذا الجانب، وشلون ممكن انت تخوض مجال فاشن وان هذا المجال بس حق المختصر بس حق النساء هم اللي دائما يكونوا مهتمين في الموضه وغيره؟ شوفي، هو كل مجال له انتقاده وله ايجابياته. صحيح. ولكن كوجه عام اذا نتكلم عن انتقاد سلبي، اذا كان انتقاد السلبي الهدف منه كسر مياديف الغير والحسد، طبعا جاهله واخر عنه. اما اذا كان الانتقاد ايجابي، اخذه من ذوي الخبره وبالعكس اطبقه واحاول احسن اجاباتي الافضل، واخذ بعين الاعتبار وصدر رحب. طيب يمكن مع ان تدري شنو، احنا كمجتمعات خليجيه ساعات البعض ممكن انه هو يعارض فكره ان رجل مهتم في هذا المجال، لكن لما تشوف البراندات العالميه اغلب المصممين هم رجال، اغلب الاشخاص اللي يكون عندهم حتى ذوق حلو دائما في المحلات. صح. البنت تحب تاخذ من راي الموظف اللي موجود في. صح. المحل دائما تكون عند الرجال نظره غير عن النساء في لبسهم وازيائهم وغيرها. هل في بدايه هذا المجال وخوض في واجهتك شوي صعوبات؟ هل كانت عندك نوع من التخوف انه ممكن المجتمع ما يتقبل هذه الفكره؟
الحمد لله. أول شيء ما واجهت أي صعوبة، ولكن في البداية بحكم أنا طالب في جامعة الكويت، بس يعني كان عندي ترتيب الوقت بين الجامعة والمجال الموديل، نعم والحمد لله أنا كسرت الحاجز وقمت أنسق أختي بين الموديلنج والمجال. طيب خلينا نكسب عيل وجودك اليوم معانا، شنو آخر صيحات الموضة الرجالية؟ هذه أول مرة يا جماعة أسألها، لأن دائما متعودين أن يكونون ضيوفنا مصممات أزياء، فدائما نسألهم شنو آخر صيحات الموضة للنساء. خلينا نتكلم الحين عن الرجال، شنو آخر صيحات الموضة الدارجة حاليا؟ آخر صيحات الموضة الرجال طبعا اللون الدارج الحين البلاك اند وايت، اللون الدارجين، والحين هابين شباب الكوتس اللي فيه ورا ثرو زين، والحين تلاحظون اكثر جاكيتات مثل الجينز قام يحطوا عليهم ليبلز ستيكرز اون ذا جاكيت، وحتى كمان حتى الجوتي قام يغيرون منه، يعني صار حتى الجوتي صار لونه حلو قام يلفت النظر، شويه حركه بالجوتي قاموا يحطون ستيكرات، الجينز حتى اوكي قبل الجينز مو قام يلبس مشقق الناس قبل الديرتي وكانوا يستغربون منه، فالناس قبل كانت تستحي تقول انا ايش لبس، ليش ابي جينز مشقق بالنهايه، ولكن الحين مع الايام صار المجتمع يتقبل الفكره هذه وقام يلبس. صحيح، خلينا نوجه انتقاد لعبد الله، ايش رايك بلبس عبد الله اليوم؟ والله عبد الله اليوم قوي صراحه، صك علي باللبس. يعني اون ستايل؟ لا اشتغل صراحه. اوكي، يعطيك العافيه سالم البلوشي، الامانه هذه نوع من المجالات وبالاخص لما الرجال يخوضون فيها، البعض ممكن انه يحتاج تشوفه يتمشى بالسوق البنت هي اون ستايل وريلها يكون ها شوي يبي له تعديلات على لبسه، لكن في وجود رجال متخصصين في هذا المجال فان شاء الله يتعدل الذوق العام لبعض الرجال. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك. متواصلين اكيد معكم في اخر فقره من حلقتنا لليوم والجانب الاكاديمي مع زميلنا عبد اللطيف بعد هذا البريك.